كذلك حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وحديث المرأة زوجها، والمقصد من هذا الحديث تقوية العلاقة الزوجية وبقاء قوتها وحفظها واستمرارها، يعني وإن لم يكن مثلا في قلبه لها أو هي ليس في قلبها له الحب العظيم والمكانة العالية، فقال لها إن لك في قلبي محبة عظيمة ولك منزلة عالية وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، حتى وإن لم يكن كل ما يقول موجودا بالقوة التي يصفها لها والمشاعر التي يصفها لها، وإن كانت ليست موجودة في قلبه، لكن هذا من صلاح الحال، صلاح الحال الزوجين وقوة الصلة بينهما، فهذا رخص فيه، هذا رخص فيه، يعني أن يذكرها ذكرا في الصفات الحسنة وإن كانت دون ذلك، أو يذكر ما في قلبه لها من محبة عظيمة وإن كان الذي في قلبه لها دون ذلك، وأيضا العكس المرأة مع زوجها حتى لو كان يعني حبها له ضعيف أو قليل، هل من المصلحة أن تأتي لزوجها وتقول أنا ما أجد في قلبي لك إلا محبة ضعيفة قليلة جدا، هذا يقوي الحياة الزوجية؟ يعني هذه تهدم بيتها، العاقلة تبني بيتها، العاقلة المرأة العاقلة تبني بيتها، والسفيهة تهدم بيتها، بعض الكلمات تقولها سفها عن عدم إدراك العواقب فتهدم بيتها ثم تندم على ذلك، فالعاقلة تبني بيتها. هذا من هذا الذي جاء في هذا الحديث هو من بناء البيت وتقوية الصلة، فتلقى حتى وإن كانت المحبة ضعيفة في قلبها تقول لها أن أنت لك في قلبي محبة ولك مكانة ولك منزلة وأنت وأنت، هذا يبني البيت ويقوي الصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث المرأة الرجل زوجته وحديث الزوجة لزوجها، مثل هذا الحديث الذي يعبر عن المشاعر والمحبة ونحو ذلك، وإن كان لا يطابق واقع الأمر حقيقة ما في القلب تمام المطابقة رخص فيه، رخص فيه، ما يقول أنا ما أريد أن أكذب أقول لها أنا أحبك محبة قوية وهي ضعيفة التي في قلبي، لا، هذا رخص فيه، رخص فيه من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون العلاقة قوية وأن تبقى متينة، وهذا من الحكمة ومن العقل، ليس من العقل أن يعبر أو تعبر المرأة عن مشاعر ضعيفة تجاه يعني تجاه زوجها، ليس من العقل هذا، بل إما أن تسكت أو تقول كلاما يقوي الحياة، أما أن تأتي بمشاعر يعني تضعف العلاقة وربما تقول كلمة يحصل بعدها انفصال مباشرة، ليس من العقل هذا ولا من الحكمة. فالحكمة أن تعمل المرأة، ولهذا قالوا قديما يعني العاقلة تبني بيتها، تبني بيتها، يعني تعمل على ما يكون في قوة البيت ومكانته. نعم.